السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا اليوم، يوم جديد، فيديو جديد. اليوم غنبارطاجيو معكم إن شاء الله واحد القفطان ديال الجوهرة، لأن كل مرة كنبغي نبارطاجي معكم جوهرة وكنسى. اليوم فكرت أنني نبارطاجي معكم واحد القفيطين زوين، جوهرة بزواق المعلم. ما نطولوش عليكم ونمشيو على بركة الله. القفطان هو هذا، انا تقدري ديريها حتى تكشيطه ماشي مشكل. زواق المعلم المهم ديريها قطان حتى المناسبات صغيره، ممكن انك تقدري ديريها حتى تكشيطه. ديالو حتى هو درنا ليه غير مونتاج، يعني التحت ديالو كامل غير مونتاج. بالنسبه ل ما عندها حتى شي مشكل ان الجوهره كتبين وما عندهاش التحت ديالو، تقدر دير ليها غير قفيط هنا هكا مونتاج وتلبسو في الطريق. شكرا بالاشتراك والدعم ديالكم، يعطينا واحد الحافز. نتمنى انه يعجبكم، يكون عند حسن الظن ديالكم. نتمنى نكون خفاف على قلوبكم. نتمنى هادشي اللي درنا انه ينال الاعجاب ديالكم. متنساوش انكم تدعمونا وتضغط على زر الجرس باش هكا تبقاي توصلي اي حاجه حطينا تكون انت الاولى ان شاء الله كتشوفيها. ودعمونا وحط لي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.